ناخد زميل مهيب عبد الهادي من الامارات. مساء الخير يا مهيب. مساء الخير كابتن فيس، متواصلين معاك من دبي، وطبعا يمكن الجاليه المصريه هنا يعني محوطه فندق اقامه لاعبي النادي الاهلي، وطبعا يمكن في اهتمام كبير ايضا بنجوم روما توتي وبانوتشي وايضا محمد صلاح، طبعا بلحظه اهتمام كبير وشعبات كبيره. وكان لسه قاعد دلوقتي مع طب معاك كابتن شريف اكرام يا كابتن فيس، عشان انا ايه كابتن شريف مساء الخير والف مبروك. حبيبي ربنا يخليك، الله يبارك فيك وارحب بيك وكل الكباتن المصريين. كابتن شوقي غريب، كابتن محمد شوقي، كابتن هاني رمزي، كابتن احمد حسن، بيسلموا عليك. كابتن هاني، كابتن شوقي وكابتن شوقي غريب طبعا بيبعد عندي طبعا، وكابتن احمد حسن. يعني النهارده الحقيقه كنا لسه بنتكلم دلوقتي، اداء اكتر من رائع ليك، يعني النهارده ثقه كبيره جدا شريف اكرامي النهارده من نجوم اللقاء. ربنا يخليك والله الحمد لله. يعني هو كنت عايز طبعا في البدايه ابارك لجمهور النادي الاهلي اللي كان موجود في الاستاد، وابارك للعيبه وللجهاز الفني. مباراه شكلها يعني شكلها احتفالي، انما هي طبعا مباراه ليها قيمه تاريخيه، النتيجه عمر التاريخ ما هينساها، بغض النظر ان هي مباراه وديه احتفاليه، بس دي حاجات كده ما بتتنسيش من التاريخ يعني. بس وده مش معناه ان احنا يعني نهتم بالمباراه دي على حساب مباراه الدوري. مباراه الدوري يعتبر بالنسبه لنا اهم، لان هي مباراه بنبوخ فيها بالدرع، انما هي المباراه دي مهمه من ناحيه ثانيه، ان هي تدينا مكاسب معنويه ومكاسب ادبيه، فمهم ان احنا نظهر بشكل كويس، واعتقد ان الحمد لله حققنا المطلوب، وما كانش فيه خسائر كمان من اصابات، دي كانت حاجه مهمه جدا عشان ما نقصرش عليها، لان احنا كنا لسه لاعبين يوم الاربعاء اللي فات ضد الانتاج الحربي، ومباراه ارهقتنا جدا جدا، واللي النهارده بنلعب على 48 ساعه، فكان مهم ان الحمد لله نطلع من دور اصابات يعني، الحمد لله ربنا اراد ان احنا نطلع عاديه الحمد لله. كابتن شريف، بطوله الدوري السنه دي هي بطوله غاليه للعيبه النادي الاهلي، نظرا ان السنه اللي فاتت الاهلي طلع بدون بطولات، فاكيد السنه دي هيبقى ليها طعم مختلف. اكيد طبعا، اكيد ان احنا يعني كان بقى لنا فتره طويله مش متعودين ان الدوري يبقى بره النادي، خاصه السنه اللي فاتت خسرنا دوري الكاس، فطبعا الموضوع كان ليه تاثير شديد جدا علينا، حاجه مش متعودين عليها يعني. وبيزيد من صعوبة وحلاوة الدرع إن شاء الله لو توجنا بيه، إن المنافسة بقت أقوى من قبل كده يعني، ما كناش متعودين على المنافسة بالشكل اللي شفناه السنة اللي فاتت. فأعتقد إن ده هيزيد من متعة البطولة لو توجنا بيها، وأعتقد إن السنين اللي جاية كلها المنافسة هتبقى جديدة يعني. إن شاء الله بإذن الله ربنا يوفقك كده، ويعني مزيد من النجاح مع النادي الأهلي إن شاء الله. ربنا يخليك، اشكرك، بشكرك يا شريف، بشكرك شكرا جزيلا. كابتن شريف اكرامي نجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر، حارس مرمى النادي الاهلي وحارس مرمى منتخب مصر، بشكركم شكرا جزيلا. كابتن احمد حسن شرفتني ونورتني، بشكرك شكرا جزيلا. خدت اسم ال الاسم والوصفه، ربنا يستر عليك. كابتن هاني شرفتني، بشكرك شكرا.